مع مين ما بتنام؟ شو مع مين ما بتنام؟ مع أخوي. مع أخوك على 12 بالليل؟ آه مع أخوي. شو المشكلة على 12 بالليل؟ أنا وياه بكشرة سنة. أوكي تمام. ليش مالك هسا؟ ماشي ماليش إشي. بلا مالك، وجهك صار زي شوال البطاطا، إيش فيه؟ ولا شي ماليش. طيب سادر، مالك معصب؟ مش معصب ولا عبالي. بلا معصب يا عمي، مش معصب. بلا بس وضع عليك انك معصب. طيب منيح معصب. اوكي لا عدلي، قلت مش معصب. مالك سكتت؟ سكتش ولا مالي؟ مالا انك سكتت؟ طيب سكتت. لانو حسيت انك سكتت. طيب ماشي بسادر، نحكي. بدك تروح؟ لا بديش اروح. بعد اللي قلت اللي بنحكي. نضال بدارني أعمل عرض كوميدي جديد بحيفا يوم 2/27/5 الساعة 8 بقاعة كريجر. للحجز 054-33-70-20. على فكرة الشيشة بضحك.